السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم فارس حسام في مقطع جديد. أرسلت إلي صديقتي القناة سالي في القناة تقول أتحداك تشاهد المقطع وما تشعر بشعور غريب. يلا نشاهد مع بعض المقطع كده زي ما انتم ونشوف. شايفين كده المقطع ديت بعض الفتيات بتصفق مع بعض، صفق بيعملوا أشكال غريبة وأشكال جميلة. دوت فتى بيحاول يطلع على الحيطة زي ما انتم شايفين، بس طبعا ده أكيد ده فوتوشوب مش حقيقي يعني. وديت آلة بتقطع عن طريق الفوم، بتعمل أشكال عن طريق الفوم، بعد كده بيرجعوا يشكلوها زي ما انتم شايفين كده. يا الله، وده بيرسم عن طريق الحبر، إبداع سبحان الله، شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين. شوكولاتة مثل الشوكولاتة النوتيلا، شكلها شاهي جميل جدا. ديت أحد الشركات بتعمل زي نظام ستيكر على السيارات بتحافظ عليه طبعا من الأتربة والكلام ده كله والمطر، بيخلي الحاجة تعيش عمر كبير. أو الآلة ديت زي ما انتم شايفينها كده، الآلة دي بيستخدموها طبعا في الشركات الكبيرة أو في بعض المستشفيات. دي بتغلف الشوز بتاع كل واحد عشان خاطر ما يبقنش الانفكشن أو ينقل الأمراض والعدوى والكلام ده كله. أنا مش عارف ده الصراحة بيقطع إيه، بس شكله بيقطع حاجة كده مش عارف إيه هي. وده تمثال في أحد الدول الخارجية زي ما أنتم شايفين كده، مجرد ما بتحط له فلوس بيبدأ يعمل لك حركات غريبة وأشكال غريبة جدا. ترجع له تاني، بص بيبدأ يتحرك ويعمل حركات غريبة. أنا مش عارف الصراحة إزاي هو واقف في الهوا كده، وأكيد في تقنية عاملة مش معقولة محمل على إيه في يعني، بس بصراحة هو بيعمل حركات رائعة جدا زي ما أنتم شايفين كده. اللي يعرف الصراحة بيعملها إزاي يخبرنا تحت في التعليق. وديت منطقة جليدية زي ما انتم شايفين كده، مجرد ما واحد يرش مثلا بالخرطوم يبدأ يتحول مية لتلج. طبعا ده شغل جرافيك بس شكله حلو، عامل زي لعبة الثعبان اللي كانت على كل الموبايلات. مش عارف ايه ده الصراحة، وتقريبا كده زي ما يكون أحد المنتجات البحرية، عامل زي الأخطبوط. دي بطيخة بيتم تقطيعها، طبعا الراجل ماهر جدا زي ما انتم شايفين بيقطعها ازاي بسهوله. بص دوت الرسم عن طريق حاجه عامله زي البلالين كده او البلالين، فعلا بيتم تشكيل الرسومات فعلا زي رسم البنت هي في النهايه. ودوت عسل خام وطبيعي سبحان الله، عسل جميل جدا جدا. ديت إحدى الأشجار بره بتنتج البرتقال زي ما انتم شايفين كده، مجرد ما بتضغط على البرتقالة بيعملها عصير بضغط الإيد، مش محتاجة عصارة. دوت إيه دوت الصراحة مش عارف، ممكن يكون إيه، تقريبا شوكولاتة ولا تكون حاجة مش عارف بالظبط، لعبة. دوت نقاش بينقش عن طريق الاسبونج سبحان الله. بصوا زي ما انتم شايفين كده، دوت هنا عندنا دوت سيفتي اللي هو الامان، شوف بيضرب على جنب الشاكوش ومفيش اي تأثير، طبعا ده جدا بيفيد جدا العمال اللي بيشتغلوا في مهام خطرة. في الصورة دي بقى او المقطع دوت بيجتمع الاتقان والصنعة زي ما انتم شايفين كده، بصوا بتخيط بالطريقة ازاي في الآخر هتبقى شكل عاملة زي الوردة. دوت لحام حديد، بيلحم حديد زي ما انتم شايفين، أعلم الإنسان ما لم يعلم، بيبقى عامل زي المطرقة كده بيبدأ يكسر بيه. دي قطاعة برتقال مثل قطاعة الجبنة الرومي كده. ديت نشوف مع بعض ايه. دي ولاعة. نرجع لها تاني كده نشوفها، دي عاملة زي الكبريت، دي عاملة زي الكبريت بتولع بيها ترجع تطفيها تاني.
كيف مع بعض ايه ديت. تقريبا دي كانت آلة، ورجعنا تاني للبروتوكول، تشكيل البروتوكول، فن التقطيع يعني، فن تقطيع البروتوكول دوت، المباني السرية اللي بيعملوها أو المباني السرية. ده بيحاول ينقل، ده بيحاول يقطع التفاحة، شكلها جميل جدا. حامي جدا جدا الصخور دوت زي ما انتم شايفين كده، ديت قطعة خشبة متشكلة. إبداع الصراحة، ده تقريبا بيعمل حاجة كيميائية. دي تقطيع دمية، ترتيبها ورصها بصراحة إبداع. دوت بيشكل، بس مش عارف يشكل ايه بالظبط، خشب ولا عاج؟ تقريبا كده بيشكل عاج وبيرسم عليه بالليزر زي ما انت شايفين. دي مكنه بتحول او بتتني سوسه، تعمل سوسه دوت الحلويات بتاعت الاطفال زي ما انت شايفين. طريقه تقطيعها عامله ازاي، دوت بيقطع برضك حلويات بس بيعملها شكل زي ما انت شايفين كده. دي المكرونة أو المعكرونة زي ما انتوا شايفينها، المصنع بتاعها، وده صبار بيحاول ينتزع منه الشوك، نشوف بيعمل منه ايه بعد كده. عشان يعيد استخدامه زي ما انتوا شايفين. دي ماكيت سيارة رائعة الصراحة، في إحدى الشركات تقريبا. دي تقريبا سبب الشعر او بعض الشعيرات، نرجع لها تاني كده. دي تقريبا زي ما تكون سبب للشعر، بس بيصبغ بعض الشعيرات شعيرات معينة او بيزرع شعيرات معينة من الحاجات اللي انت شايفينها دي بيبقى اسبوع. ديت مادة لحام زي ما انت شايفينها كده، بتلحم اي حاجة بلاستيك. صراحة جميلة رائعة الصراحة، ديت بتفصل الحب. سبحان الله، بصوا الشمع، الشمع بتاع العسل، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الشمع العسل ما شاء الله. ديت طبعا تقريبا جبنة رومي، جبنة رومي بس قرص كبير أوي يحاول يقطعوه، وشكلها من جوه واو. وبص السلم الصغير جدا ده، طبعا لو عندنا حد هيقع عليه طبعا. بص فاصلين صفار البيض عن البياض، هيعملوا ايه؟ تقريبا بيعملوا بيه معجنات، ده مصنع معجنات بس مش عارف يعملوا ايه المعجنات بالظبط. تقريبا تشكيل كورة، دي عبارة عن